إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فحديثي معكم في هذه الخطبة المباركة عن موضوع سبق أن تحدثنا فيه، ولكن نعيده على الله عز وجل أن يجعل فيه النفع لما نرى من انتشاره بين الناس. حديثنا اليوم عن مرض اجتماعي خبيث، وصفة ذميمة، وذنب كبير، وظاهرة قاتلة أصبح ظاهرة بين الناس، قل من عصم منه. هذا المرض إذا دخل في القلب أفسده، وإذا ظهر في أمة فرقها شيعا وأحزابا، يغضب الله عز وجل ويورث الحقد في القلوب، ويزرع الكراهية بين الناس، وينافي الإيمان. إنه الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ الحسد كره النعمة للآخر وتمني زوالها منه. Our talk today is about a very serious social evil that has become very common among the people nowadays. Very few people are safe from it. This is an ill which, when enters a heart, spoils it, and when spreads in a nation, destroys it. And it is an evil which causes the anger of Allah, produces hatred, and spreads the seed of rancor between people. This disease is envy, is hasad. It means to dislike a favor given to someone and wish it to be taken away from him. أول خطيئة ظهرت في السماوات وأول معصية في الأرض. لقد كان الحسد سببا لمعصية إبليس ولعنة الله عليه وطرده من الجنة، إذ اعترض على أمر ربه وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان الحسد السبب في أول نفس قتلت على وجه الأرض، حينما قتل قابيل هابيل حسدا منه، حينما تقبل الله من هابيل ولم يتقبل منه. It was the first sin which was seen in heavens and the first act of disobedience committed on earth. Hasad was the cause of Satan's disobedience to of Allah and the reason for him to be thrown away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, when he said, "You created me from fire and created him from mud." It was also the cause of the first murder on earth, when Qabil envied his brother Habil, because the Habil sacrifice was accepted and Qabil's sacrifice was rejected. للحسد وخبثه وشناعته وكره الشنيعة له، يأكل الحسنات ويتلف المكاسب، عدو الإيمان ومناقض التقوى، كما في الحديث: لا يجتمع في قلب جوف عبد الإيمان والحسد. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد في كثير من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يكفيه شناعة أن الله أمر بالاستعاذة منه، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. Envy
really being the most hateful character destroys the good deeds and ruins the righteous work. It is the very enemy of faith, and that's what the Prophet ﷺ said. Faith and envy cannot come together in the heart of man. Hasad, the Prophet ﷺ warned about it. The Prophet ﷺ said, be aware of envy and hasad, because envy eats the good deeds, destroys them, just as fire eats the firewood. Hasad is such a dangerous characteristic that Allah revealed verse in the Quran to be recited to seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala from this hasad, from this envier, saying, I seek refuge in you from the evil of an envier when he envies. إِنَّهُ مَرَضْ وَدَاءُ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ قَدْ أَهْلَكَهَا اللَّهُ بِسَبَبِهِ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءَ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَبِالْحَسَدِ قَدْ يُصْبِحُ الْعَبْدُ كَافِرًا بِاللَّهِ تَعَالَى لأنه إذ يحسد غيره على نعمة الله تعالى عليه كأنه يعتقد أنه تعالى غير عادل وغير حكيم وهذا كفر بالله تعالى ولأن الحاسد ينكر نعم الله تعالى عليه ويرى أنه ليس له نعمة ويرى أن الله عز وجل لم ينعم عليه ولم يؤته ما يستحقه هو في نظره وفي عين ذاته. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there has come to you the disease of the nations before you, jealousy, hasad, and hatred. لقد قسم الله تعالى نعمه ورزقه على عباده بحكمته وعدله وفضله سبحانه وبسط في رزق بعضهم وقدر في رزق آخرين في هذه الحياة الدنيا ليختبر عباده فمنهم الشاكر الصابر ومنهم الجاحد الطامع وليجعل حاجة الناس بعضهم إلى بعض بعضهم إلى بعض. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala, through His absolute wisdom, has given some people more wealth, intelligence, beauty, strength, children, and else than others. The believing Muslim should be satisfied with what Allah subhanahu wa ta'ala has ordained for him. Allah subhanahu wa ta'ala said, it is we who have distributed their sustenance in this world and raised the position of some of them above the others so that they would take one another in service. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في الدنيا فإنه أجدر ألا تزدروا نعم الله عليكم. In order to discourage envy, the Prophet صلى الله عليه وسلم said, look at those who are lower than you financially, but do not look at those who are higher than you, as it will more rightly remind you of Allah's favor bestowed on you. ومن المؤسف أن نرى كثيرا من المسلمين هذه الأيام ممن امتلأ قلبه حقدا وحسدا لإخوانه المسلمين ممن أنعم الله عليهم بنعمة من نعمه ويتمنون في قلوبهم أن تذهب عن إخوانهم ما أنعم الله به عليهم بل ويحزن بعضهم حينما يرى أخاه يعيش في أي نوع من أنواع السعادة أو الراحة ويتمنى أن تذهب هذه السعادة عن أخيه ويستبدل بها شقاء وتعبا وهؤلاء هم شر الخلق عند الله وأبغضهم في قلوب الناس. It is unfortunate that nowadays we find many people with their hearts full of hatred and envy for their brothers. They look at what their brothers have been given and start wishing that it would go away. And instead of praying that Allah subhanahu wa ta'ala increases them, they wish that their brother's bounties would just disappear. وللحسد أسباب أولها قلة الإيمان وضعف الدين وغياب التقوى فالقلب الذي عمر بمحبة الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه حسد أو حقد أو غل على إخوانه المسلمين. What are the reasons of hasad? The first, the weakness of faith and absence of taqwa.
Because if a heart has taqwa, it has the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no way that this heart will be filled with envy, will be filled with hatred towards your Muslim brother. السبب الثاني العداوة والبغضاء وهذا من أهم الأسباب فإن من أبغض شخصا أو عادى إنسانا كان هذا سببا في أن يكره له الخير وأن يتمنى له الشر وأن يحقد عليه. The second reason is the anger and hatred, because when one is hurt by someone or for any reason, his angerness will lead him to hate for him the goodness and to wish for him the evil always. ولذلك المؤمن لا يعادي إلا أعداء الله ولا يبغض إلا من أبغض الله ومع ذلك هو يتمنى لهم أيضا الهداية والخير. That's why a believer hates only those who are the enemy of Allah and also hopes that Allah subhanahu wa ta'ala guides them and to find their way to salvation. ومن الأسباب أيضا الكبر فإن من كان في طبعه الكبر لا يحتمل أن يرى غيره خصوصا من يرى نفسه أنه أعلى منه أن يكون يؤتى خيرا وهو لا يؤتي ولا يؤتى ولذلك يرى أن هذا الشخص نال منزلة لا يستحقها وهو كان أجدر أن يكون صاحب تلك المنزلة. Arrogance, because anyone has arrogance in his nature, cannot see others to be better than him in any matters, mainly those whom he considered lower than him. ومن ذلك خبث النفس أيضا وخسة طبعها وشحها بالخير على عباد الله تعالى وهذا من أسوأ الأسباب لأن الحسد الناتج عن ذلك ربما يزول. السبب الذي نتج عن أي من الأسباب التي ذكرناها سابقا ربما يزول إذا زال السبب لكن صاحب هذا النفس الخبيث لا يمكن أن يزول هذا السبب. من كان هذا طبعه لا يمكن أن يزول هذا السبب. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من خبث النفس. Evil nature of the person. Some people, even though they may not be harmed or threatened by other people's success, they do not want to see the servants of Allah get any good. This one is the worst cause of envy. والأخير عدم الرضا بقضاء الله والقناعة بما أتاه. فإن الحسد لمن آتاه الله فضلا أو مالا أو مكانة أو جمالا هو تسخط على قضاء الله واعتراض على حكمه سبحانه وتبرم بقدره سبحانه. حسد can cause the person to become disbelieved because it makes him feel that Allah has not been fair to him. He forgets all the mercies and bounties and blessings that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon him. وبالتأكيد الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يتمنى كل مسلم الخير من الرزق والسعادة في الحياة الدنيا وأن يتمنى من الله تعالى أن يرزقه الرزق الحلال كما رزق إخوانه وأن يتمنى الخير أن يزيد في يد إخوانه أيضا وأن يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه وليس في ذلك حرج. وعلى العبد أن يتمنى من الخير ما يقربه إلى الله عز وجل ويباعده عن غضبه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين والمقصود الحسد المحمود أي الغبطة إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ولكن المنهي عنه والمذموم في الإسلام أن يتمنى هذه النعمة مع تمني زوالها عن يد هذا الشخص. Of course, Islam allows you to wish for yourself the good things that our brothers have, such as wealth and position. However, we must wish for them the same things that we want to ourselves. But the best thing to wish for are the things that makes us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, envy is allowed in two cases. In case of a man whom Allah has given the Quran and who recites it throughout night and day, and a man on whom Allah has bestowed wealth who gives it away throughout night and day for the sake of Allah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من أهم الأشياء التي تدفع عن نفس الإنسان الحسد فلا يتصف به أن يمتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله في البعد عن الحسد، فهو من كبائر الذنوب وشنائع المعاصي، وقد أخبر الله تعالى أنه سمة الكفار وسمة المنافقين وصفتهم. فمن أراد أن يظفر برضوان خالقه ويفوز بجنات النعيم ويكون ممن رضي الله تعالى عنهم، فعليه أن يتخلص من هذا الخلق الذميم ولا يسمح له بالدخول إلى قلبه، ليفوز برفقة قوم قال الله تعالى عنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا منهم. Now let's consider the matter which can save the soul from having envy. The first, to stand by the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, who have given warning against this evil. Allah stated that it was the character of the disbelievers and hypocrites. Anyone who wishes to achieve the pleasure of Allah and get access to paradise should try his best to get rid of this bad habit. Allah subhanahu wa ta'ala said about the people of Jannah, "We shall remove all hatred from their hearts. They will be like brothers sitting on sofas facing each other. السبب الثاني الرضا بما قسم الله تعالى لك. أن ترضى بما قسم الله تعالى لك من مال أو ولد أو مكانة، وذلك يملأ النفس طمأنينة والروح سعادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا رضيت بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ترضى بما آتاك الله. ولا يعني ذلك أن تتوقف عن السعي وعن البحث وأن تحقق طموحاتك، لكن ترضى بما آتاك الله بعد أن تؤدي الذي عليك. To be pleased with what Allah subhanahu wa ta'ala has given one, from wealth, children or position, this will bring happiness and comfort. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, stay away from what is forbidden, you will be the best of worshippers. Be content with what Allah has given you, you will be of the richest of the people. وعلى العبد أيضا أن يداوم على قراءة القرآن وتدبره، ففيه شفاء لكل ما في النفس من أمراض. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. The slave should turn towards the Quran, which is a curing for this disease or any disease of the heart. The Prophet Allah subhanahu wa ta'ala said, O mankind, there has come to you a good advice from Allah, and a curing for that is that in your heart. وأيضا كثرة الصدقة فهي طهارة للنفس وزكاة لها. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Give صدقة charity, for it purifies the hearts and the soul. It is for this reason that Allah subhanahu wa ta'ala said to His Prophet, take sadaqah from their wealth in order to purify them and bless them with it. And إذا أحس العبد أن النفس رأت عند غيره نعمة وحدثته نفسه بالحسد، فعليه أن يسارع بالاستعاذة بالله من شر النفس وشر الشيطان، وأن يشغل نفسه بذكر الله تعالى حتى يذهب وسوسة الشيطان عنه. أما عن كيف يحفظ العبد نفسه من شر حاسد إذا حسد؟ إذا ظن أن أحدا من الناس قد يحسده، فهو بأن يعمل عملا يمحو به هذه العداوة من قلب من يظن أنه يحسد، بأن يبتسم في وجهه وأن يلقي عليه السلام ويمد له يده بالمصافحة، بل وربما يعطيه هدية، فإن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم ما ندفع به عن أنفسنا من شر الحاسدين بكثرة ذكر الله وقراءة المعوذتين وأذكار المساء وأذكار الصباح. If we would like to protect ourselves from the hasad and from specific person, there are things we can do. For example, you can buy him a gift, shake his hand, and give him salam, smile on his face. The Prophet صلى الله عليه وسلم has also taught us how to guard ourselves from falling into the trap of being envied by reading al-mu'awwidhat, by doing the adhkar in the morning and in the evening. أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَاجْتَنِبُوا الْحَسَدَ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ صَاحِبَهُ وَلَا يَجْلِبُ مَنْفَعَهُ
ولا يزيل نعمة. الإنسان هذا الذي يحسد يتقطع في داخله، ولن يجلب تلك النعمة إليه، ولن يدفعها عن أخيه إلا إذا شاء الله. فهو فقط يهلك نفسه ويهلك قوته وقوته في يومه ونهاره. وبالآخر الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من شر أنفسنا ومن شر الشيطان ومن شر حاسد إذا حسد. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.